السلام عليكم. احنا اليوم في فضاء البلاند في مدينه تيزنيت. البلاند هو واحد الفضاء اللي الاسم ديالو بعدا كيعني خليط، لاننا كنمزجوا ما بين الفن والتكنولوجيا ورياده الاعمال اللي هما مجالات الاهتمام ديالنا كجمعيه وكفضاء. كنقدموا في هذا الفضاء مجموعه ديال الخدمات بشكل مجاني للشباب ديال مدينه تيزنيت وحتى الناس اللي غير دازين من تيزنيت، من بينهم فضاء عمل تشاركي بمعنى انهم كيقدروا يلقاو بيرو واكسس للانترنت، قاعه متعدده الاستعمالات اللي كيكونوا فيها الانشطه ديالنا، مثلا عروض افلام ولا ورشات ولا ندوات صغيره. عندنا ورشه في السطح اللي هي بلاصه كيقدروا يخدموا فيها الناس اللي كيخدموا بيديهم، سواء اصحاب الروبوتيك ولا الفنون التطبيقيه ولا حتى الصناعه التقليديه. وبالتالي انا الفضاء كيجمع مجموعه ديال الناس اللي عندهم مجموعه ديال الاهتمامات، وكنحاولوا اننا بالانشطه اللي تنديروا وبفريق العمل نشجعوهم باش يكملوا في الانتاج والابداع. اليوم مثلا عندنا ورشه اللي ممتده مازال حتى اليوم الثلاثاء اللي على صناعه الفيلم الوثائقي بتقنيات الواقع الافتراضي. هذه واحد الورشه اللي غيستافدوا منها 4 ديال الشباب، لانه ما نقدروش يستافدوا منها عدد كبير نظرا لانه الورشه خص يخرجوا فيها في الاخر بواحد المنتوج ملموس. وهو غير مثال من بين الحوايج اللي تنديروا في الفضاء ديال البلاند واللي كتنظمهم البلاند مع بشراكات مع جمعيات اخرى، لان لي فورماتور اللي جاي اليوم مثلا توانسه كيمثلوا واحد الجمعيه تونسيه فرنسيه، وكيكونوا حتى كما قلت من قبل عروض افلام اللي كيكونوا كل نهار خميس، وواحد البرنامج سنوي اللي كنحاولوا نوصلوا به كما قلت من قبيله لاننا نشجع الشباب يوصلوا لواحد الحاله ديال الابداع وديال الانتاج. البلاند هو اللي فضاء شبابي كيوفر لينا جميع الحاجات اللي كنبغيوهم حنايا، مثلا محتاجين تصوروا شي حاجه ولا محتاجين كيديروا لنا دي زاكتيفيتي اللي غادي نستافدوا فيهم بزاف. وصراحه هذا الفضاء هذا محتاجينه وما كرهناش يكون في بلايص كثير باش يوفروا لجميع الشباب داكشي اللي بغاو. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.